وهي 100 دولار. هذه ال 100 دولار مقابل انك انت تحرق العالم الاندونيسي، انك انت تحرق العالم الاندونيسي. ممكن تديني ال 100 دولار؟ تفضل. الان انا مستعد احرق ال 100 دولار الامريكي وما احرقش عالم دوله اسلاميه، ما احرقش عالم دوله اسلاميه. دولة اندونيسيا، فهو على يقين بحجم التعاطف والدعم الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية. هيا لنرى ماذا تمثل اندونيسيا للشعب الفلسطيني. شو اكبر مستشفى موجود في شمال قطاع غزة ومين اللي انشأ ودعمه؟ والله اكبر مستشفى موجود في قطاع غزة هو المستشفى الاندونيسي. هذا العلم علم دولة ايش؟ دولة اندونيسيا اكيد. اذا ممكن تمسك لنا العلم. طيب، اول اشي هذه قداحة مسكها في ايدك، وهي 100 دولار. هذه ال 100 دولار مقابل انك انت تحرق العالم الاندونيسي، انك انت تحرق العالم الاندونيسي. ممكن تديني ال 100 دولار؟ تفضل. الان انا مستعد احرق ال 100 دولار الامريكي وما احرقش عالم دولة اسلامية. الدولة الإسلامية دي في بينها وبيننا توأمة إسلامية ما بين القدس وما بين أندونيسيا. تأكد تماما الدولة الإسلامية هذه لا يمكن إلا نكون واقفين جنبها ومعها في كل أزماتها حتى في عيد استقلالها. تمام. 100 دولار الأمريكي ترجع، قداحة ترجع، والعلم هذا رح نحطه بجانب العلم الفلسطيني عشان نقول فلسطين وأندونيسيا أمة إسلامية واحدة. بارك الله فيك. الآن في عيد استقلال أندونيسيا 75، شو بتتمنى لأندونيسيا؟ الرخاء، الاستقرار. بنتمنى للشعب الأندونيسي الخير. أندونيسيا كانت وقعة تحت الاحتلال، تعرفي كم يعني متى تحررت من هذا الاحتلال؟ والله تقريبا يعني امتى تحررت انا ما بعرف، بس هي كان في عندها يعني استعمار عدد من المستعمرين، وهي كافحت وناضلت لحد ما تحررت. واحنا كشعب فلسطيني احنا بنوقف مع الشعوب اللي بتسعى لانها تتحرر من الاستعمار باي نوع من انواع الاستعمار، لانه احنا شعب فلسطيني مجربين وان شاء الله بنتحرر كمان زيهم. تمام. الان هذا علم دوله، بتعرف علم دوله ايش؟ علم أندونيسيا. علم أندونيسيا، بنحيي علم أندونيسيا وإن شاء الله بنعلقه على أسوار القدس. طيب. مع علم فلسطين إن شاء الله بنعلقه على أسوار القدس. مع علم فلسطين. طيب خالتي، أول إشي هي في إيدك قداحة، وبدنا نديك مقابل إنك تحرقي العلم الأندونيسي 100 دولار. لا مش ممكن. بس علم واحد انا بحرقه هو علم اسرائيل. بس علم واحد انا بحرقه هو علم اسرائيل فقط، ولا 100 دولار ولا مليون دولار بحرق هذا العلم. هذه دوله مسلمه، كيف انا احرق علمها؟ الان في عيد استقلالهم 75، شو بتتمني لاندونيسيا؟ نقول لهم بنبارك لهم استقلالهم، وان شاء الله بيكون عندهم تطور، بيكون في عندهم لا دائما للافضل، يعيشوا بحياه افضل وبرفاهيه، وان شاء الله كل محرك. طبعا لا، لانه اندونيسيا طبعا دوله مسلمه ودعمت فلسطين وساعدتهم وقدمت لهم كثير اشياء طبعا للشعب الفلسطيني، بالذات اللي هو ساعده، قدمت مساعدات خيريه واشياء ثانيه، والمستشفى الاندونيسي هنا عنا في لهم، وبنحب يعني نقدم لهم كل الشكر لهم على جهودهم معنا. شو بتتمنى لأندونيسيا من الشعب الفلسطيني؟ طبعا بتمنى لها بردك الخير، وطبعا بتمنى لها ان شاء الله تتطور اكثر، يبعد عنهم الامراض، يبعد عنهم الاعداء، ويبعد عنها كورونا والاشياء هذه. بدنا نسألك، اكبر مستشفى موجود في شمال قطاع غزة تبع اندونيسيا اللي عملته للشعب الفلسطيني، عملته اندونيسيا للشعب الفلسطيني. نعم. طيب الان هذا العلم، تعرف علم دولة مين؟ علم دولة اندونيسيا الشقيقة للشعب الفلسطيني. طيب. الان لو اديناك هذا العلم، تفضل مسكوه، واديناك معاه
هذه المية دولار وقلنا لك مقابل انك تاخذ هذه المية دولار احرق العالم الاندونيسي. احرق العالم الاندونيسي بارفض رفضا باتا. يعني في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب يعني بتكون المية دولار اشي مناسب لانسان مقابل انه يعمل هيك؟ دولة صديقة اغلى من المية دولار واغلى من مليون دولار. طب الآن أندونيسيا لها 75 سنة محررة من الاحتلال، في عيد الاستقلال الأندونيسي شو بتوصل رسالة لأندونيسيا وشو بتتمنى لهم؟ بتمنى أنه الله يوفقهم ويزدهر الخير والرخاء معهم وأنه دائما يقفوا مع الشعوب المظلومة كالشعب الفلسطيني.